بناء على عقد الشراكة بين شركة الناقلات العراقية الحكومية والشركة العربية البحرية، قام الطرفان بتأسيس شركة جديدة باسم الشركة العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية آيزوت، ويقع مقرها الوحيد في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة. تقوم هذه الشركة بعمليات نقل النفط الخام وزيت الوقود العراقي وتحصيل العوائد المالية وتوزيعها على المستفيدين. يديرها عراقي يدعى أحمد سعيد، ويشرف عليها شخص غامض يعرف باسم الدكتور سالم. فمن هو الدكتور سالم؟ وما هو دوره تحديداً؟ دكتور سالم اللي هو اسمه الحقيقي أوميد حاجي أحمد، من مدينة رانيا في السليمانية. هو شخص عايش في لندن بحسب معلوماتنا، ولديه شركاء مهمين وكبار في الحكومة العراقية، بالتحديد في المجلس الإسلامي الأعلى سابقاً تيار الحكم الآن. أوميد يأخذ النفط بأسعار مخفضة ويبيعه هو يسوقه فيربح على النفط، ثم يفعل نفس الشيء مع النفط الإيراني، ثم يأخذ أجور نقل النفط بصفته مالك الشركة، ثم تقوم الحكومة العراقية بتوفير الوقود إلى سفنه ببلاش. يعني 3 مرات هو يأخذ فلوس من الأموال الشعب العراقي، من ربح النفط الغير شرعي، من نقل النفط الغير شرعي، ومن ثم لأول مرة في التاريخ شركة نقل خاصة ولو هي لازم تكون بيد الحكومة يتم تزويد بواخرها بالوقود بدون مقابل من الحكومة العراقية. يشير هذا الكتاب المؤرخ في 25 يناير 2020 إلى أن الشركة العربية تحصل على تخفيض إضافي يبلغ 13 دولار أمريكي للطن الواحد من مبيعات النفط الأسود، كما يشير إلى ذلك وزير النفط ثامر الغضبان، ما يضاعف من الأرباح الهائلة والمجانية التي يحصل عليها أوميد حاجي أحمد وشركائه.